السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه بوب اي اي. الموقع ده خاص بالذكاء الاصطناعي، تقدر تديله ملف بي دي اف او ملف وورد، وتبدأ بعد كده تسأله أسئلة في الملف دوت. يعني عندك كتاب ضخم 500 صفحة 600 صفحة ومش قادر تلحق تقراه كله، فبتبدأ إن أنت تسأله وهو بيبدأ إن هو يستوعب. من ضمن الحاجات اللي بنقيم بيها موضوع الذكاء الاصطناعي دوت إن أنت تديله كلمة في النص وتخليه هو يدور عليها، يعني في النص كده تقول له كلمة سر اكس مثلا، تمام، وبعد شويه تقول له ايه كلمه الاكس، فلو جاوب عليها يبقى كده الذكاء الاصطناعي بتاعه متطور. يعني هو بياخد شات جي بي تي بس بدل ما هو بيستوعب من كلام كتير قوي، لا بقول له خد الخوارزميه بتاعه الذكاء الاصطناعي واستخدمها في الملف البي دي اف ده، بس لما اسالك سؤال ما تجاوبش من خارج المنهج، لا لازم من المقال هنا. طيب في حاجتين اضافوا جداد في حته فروم يو ار ال، يعني عندك ملف بي دي اف موجود على النت ممكن تنسخ اليو ار ال اللي هو هنا كوبي وتبدا تديهوله، فيبدا ان هو يقرا البي دي اف او يقرا ملف الدوكيومنتس ويجاوبك عليه. وفي لو الملف عباره عن صور تقدر تحدد له اللغه، هو بقى يعمل او سي ار اوبتيكال كاركتر ريكوجنايز ويبدا يفهم الملف دوت. في تاني في برضه ضاف بعض الخصائص الجميله، زي مثلا يقدر يعمل جنريت ايمج من ديل اي 3، هو معتمد على شات جي بي تي فبرضه اعتمد على دال اي ان هو لو عايز يعمل صور يبدا ان هو يعملها. في حاجات خاصه بالادوكيشنال رايتنج، في حاجات خاصه في البرزنتيشن، تقدر تديله ملف وورد وهو يبدا يجهز لك منه برزنتيشن، يعمل لك الفلوت شارت، في حاجات خاصه مثلا بالكود يبدا ان هو يجاوب عليه. فهو يعتبر خدوا شات جي بي تي وبدا يخصصه في بعض الخدمات الجميله. طيب خلينا نختار كده ملف بي دي اف، انا اخترت كتاب عشوائي، الاختيار العشوائي مش الكتاب العشوائي، لا اخترت كتاب كده. وممكن بقى تسأله بعد كده في اختصار معين مش عارفه وعايز تفهم حاجة معينة، يبدأ ان هو يجاوبك عليه. طيب هو بيقول لك ان النسخة الفري مش هيدفع حاجة طبعا، وليك 10 اسئلة، ليك 10 اسئلة شات جي بي تي 3، وليك سؤالين ده يوميا لشات جي بي تي 4 سؤالين وهكذا، بس ليك محددات معينة في عدد الصفحات والحاجات دي كلها. بيقول أكتر من 50 صفحة لازم تكون فيها اشتراك. طيب فهو محدد ب50 صفحة اللي هو مجاني. طيب أنا هرفع كتاب تاني صغير وأبدأ بقى أسأله، أقول له لخص لي الكتاب دوت. بدأ هو اوتوماتيك يلخص لك ويقول لك ان ده عبارة عن ايه، تمام، فكأنك بتتكلم مع شات جي بي تي خاص بالكتاب دوت. فدي من ضمن المزايا القوية، وهتلاقي حتى ان هو بيجاوب بسرعة، تمام. ليه؟ لان هو مش بيدور في كل حتة، هو بيدور في 3 4 صفح وبيقول لي الحاجات دي موجودة في انهي صفحة، يعني جاوب هو من الصفحة الاولى الجزء دوت ومن الجزء ده ومن الجزء ده. طيب ممكن نقول له مثلا اعمل لي سامري، تمام، اطلب منه يعمل لي سامري مثلا الملخص، واقول له جهز لي مثلا برزنتيشن، ده الاوتلاين للبرزنتيشن في صفحة واحدة تتكلم عن ايه، صفحة اتنين تتكلم عن ايه. فزي ما انت شايف في شوية تولز جميلة، وهو الاي اي برزنتيشن، تمام، يقدر يعمل لك برزنتيشن معتمدا على الحاجة اللي انت عاملها، ودي كلها خاصة بإمكانيات للصور زي دي الاي 3 كويك تكست اكستراكتور، لو عندك صورة وعايز تطلع الكلام من الصورة ففي إمكانيات ممكن إن شاء الله نعمل عنها فيديوهات مستقلة إن شاء الله. زائد إن انت تقدر إن انت تستطب عندك في الأي أو إس، مفيش أندرويد هو أي أو إس، والكروم ستور تقدر تسطبه كاكستنشن.